نروح اكتر عشان نقرب من الصوره من زميلنا فاروق صلاح عشان يطمنا على بعثه النادي الاهلي. تحياتي ليك يا فاروق، وتحياتي للكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، ولنا اخر الاستعدادات النهارده للمباراه الوديه النهارده للنادي الاهلي امام احدى فرق سلوفينيا. قول لنا ايه الاخبار عندك؟ خليني ارحب بيك يا كابتن اسامه، برحب بيك وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش وبالدكتور احمد ثابت، وارحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني احنا خلاص في الطريق، التحرك من مقر اقامه النادي الاهلي في بادة تيتسمندورف، هو التوجه الى يعني جرابس، المدينه اللي هتستضيف في مباراه الاهلي المباراه الوديه بالنسبة امام يعني الرابع ترتيبه في الدوري الرابع للدوري السلوفيني، واحد من الفرق اللي يعني بتلعب في بطوله اوروبا. يوم فارض عليه مستر كولر الطابع الرسمي، لكنك رايح تلعب مباراه رسميه، محاضره قبل التحرك، كلام وتوجيهات مع اللاعبين، الامور المعتاده دايما يا كابتن اسامه، اكنك رايح تلعب مباراه في بطوله او مباراه في بطوله الدوري. دي من الامور المهمه جدا فارض عليها الطابع الرسمي. اليوم بيمشي بنفس السيناريو اللي يعني في المباراه الرسميه المعتاده دايما من مستر كولر. بالامس كان في تراي ماتش مستر كولر. خليني اقول لك ان يعني انا عارف ان انت دايما يا كابتن اسامه، الكابتن حشيش، الدكتور احمد ثابت، اول حاجه بنتكلم عليها او بتيجي في بالك تقول لي يا فاروق طمنا على اللعيبه الناشئين. خليني اقول لك ان واحنا النهارده كمان بنستعرض استاد الاشبال اولى مباريات الموسم الجديد مع 2005، وعندك النهارده لعيبه موجوده في 2005 زي معتز محمد، زي زعلوك، عندنا في 2003 رفض خليل ومخلوف. يعني خليني اقول لك بقى يا كابتن اسامه في النقطه دي بالتحديد، ان مستر كولر يعني مدي اهتمام كبير جدا للعيبه الناشئين، سواء معتز محمد، سواء اللاعب زعلوك، سواء رأفت خليل يعني او كريم الدبيس. والامر ده بالتحديد يا كابتن اسامه، يعني احنا عارفين ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره اضاف مطور اداء وهو مستر كارلوس، وبالمناسبه كارلوس كان هو المدير الفني لكهربا وياسين المكاري لما الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض في الدوري السويسري، فكان مستر كارلوس هو المدير الفني للفرقه اللي كان بيضم ياسين المكاري محلل اداء وكهربا، فكان في يعني تعب اللعيبه بالاحضان وحاله ود كبيره جدا ما بينه وتفاهم ما بينه وما بين كهربا. المدرب الجديد مطور الاداء، خليني اقول لك ان مستر مارسيل كولر يعني مديله مهمه ان معاه زعلوك يشتغل معاه على طريقه انهاء الهجمه بشكل سليم، ده بيبقى جزء شغال عليه الى جانب ده التمرين، ده زي ما كنا بنقول التمرين التخصصي. بالظبط يا كابتن اسامه، ده التمرين التخصصي. اكتشف ايضا حاجه، ودي خليني اقول لك برضو، اتفرج على مباريات اللاعب معتز في مباريات الناشئين، المباريات اللي حضرتك كنا بنذيعها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، فلقى ان اللاعب عنده مهاره اجاده ضربات الراس حقيقي، فبدا يشتغل مع مستر كارلوس ان هو يطور هذه المهاره عنده وينميها كويس. اللاعب رأفت الخليل بيلعب بقدم اليسرى، بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى والقدم اليسرى، لانه لاعب من اللعيبه اللي شايف انها تكون مستقبل للنادي الاهلي، يقدر يجيد اللعب في الجناح الايمن والجناح الايسر. من النقاط المهمه ايضا خالد عبد الفتاح، خالد بالنسبه لمستر كولر لعيب جوكر، بيقدر يلعبه باك رايت، يلعبه باك شمال، او يلعب قلب دفاع. فمستر كولر شايف ان لازم خالد يلعب برجليه الاثنين كويس، فمستر كارلوس بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليسرى زي ادارته بالقدم اليمنى. زعلوك واحد من اللعيبه اللي بقول قلناها يا كابتن اسامه المره اللي فاتت، مستر كولر بيثق فيه جدا، مديله اهتمام كبير جدا، بيشتغل معاه على طريقه انهاء الهجمه بشكل سليم، فدي ابرز الامور الخاصه باللعيبه الناشئين. الجو العام بقى والحاله يا كابتن اسامه، تركيز كبير جدا، اختيار موفق جدا من النادي الاهلي للتوقيت وللمكان. اعتقد حاله الصفاء الذهني اللي عند اللاعبين هيكون مردوده مش في فتره قصيره، هيكون على المدى على مدى الموسم. في لعيبه خلاص تقدر تقول بلغه الكوره اندمجت مع النادي الاهلي، امام عاشور ودور كبير جدا لكهربا انه ساعده ودخله في اجواء الفريق، رضا سليم اللي يعني بقول لحضرتك كلام ويعني مش هنقول على مسؤوليتنا الخاصه، ما شاء الله، ولكن طبقا للرؤيه اللي احنا شايفينها من اول تمرين، احد اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها مؤخرا رضا سليم. طاهر محمد طاهر بادئ الموسم بمستوى يعني ما شاء الله،
قفشه، حسين الشحات، عبد القادر، الحاله العامه يا كابتن اسامه، كريم ميدفيد. اه عايز اقف عند كريم ميدفيد. كريم ميدفيد واحد من اهم الاوائل اللي فعلا كان اعادته وعودته للنادي الاهلي مكسب كبير للنادي الاهلي، بجانب طبعا صلاح محسن مع كهربا في خط الهجوم. اخيرا يا فاروق، كان في رغبه قويه عند قناه النادي الاهلي انها تذيع المباراه، لكن رغبه مستر كولر ان يفضل لا، يعني ممكن تسجلوا المباراه لكن مش حابب انه يذاعها دلوقتي برضو، عشان يعني يبقى يعني يقدر يخفي معالم الفرقه، عشان انت داخل على مباراه مهمه يوم 15 سبتمبر هي السوبر الافريقي. بالظبط يا كابتن اسامه، انت عارف يعني احنا كفريق عمل قناه النادي الاهلي او يعني اداره اعلام النادي الاهلي او البعثه الاعلاميه المرافقه لفريق النادي الاهلي، احنا عندنا امكانيات ان احنا نذيع وان احنا طبعا نغطي الحدث. طبعا الاعلاميه طبعا زي ما حضرتك عارف موجود معانا الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه بالكامل، فكل الامور اللي كانت يعني عاملين ترتيباتنا من واحنا ماشيين من القاهره ان احنا نذيع الماتش وننقل الماتش، واخدين معانا كل الكاميرات، لكن دايما بيبقى هدفنا احنا ان احنا نساعد الفريق، ان احنا نحافظ على سريه الجهاز الفني، نحافظ على سريه المعسكر. لذلك مستر كولر فضل انه كنوع من الجانب السري شويه او الجانب الفني انه المباراه تكون غير مذاعه، لكن ان شاء الله انا هتابع مع حضرتك على مدار المباراه. اخيرا يا فاروق، طمنا على كابتن محمود الخطيب النهارده هيتابع المباراه النهارده، وغدا سيتوجه الى باريس علشان يعني اجراء الفحوصات الطبيه. بالفعل يا كابتن اسامه، ويعني مش محتاج ان انا اتكلم على الكابتن الخطيب، لانه الكابتن الخطيب كل التفاصيل في رغم التعب يتحمل على نفسه، يتابع كل الامور سواء مع اللاعبين، مع الجهاز الفني، مع الجهاز الاداري. عايز اقول لحضرتك وجود الكابتن الخطيب بالنسبه للاعبين بتحس انك يعني زي ما بنقولها بلغه الكره ليك ظهر، او ان انت موجود حاسس بامان في وجود الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب بيطمن اللعيبه طول الوقت يكون موجود، لان كان في حاله قلق شويه من اللاعبين على الكابتن الخطيب، فالكابتن الخطيب بدا ان هو يكون طول اليوم متواجد مع اللعيبه في كل الوجبات في التدريب، فالنهارده طبعا هيكون موجود في المباراه الوديه، ثم غدا ان شاء الله هيتوجه الى فرنسا. نتمنى له الشفاء ورحله عاجله، تكون موفقه للكابتن الخطيب. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من النمسا.